طبعا شعوري ان انا مبسوطه جدا اني اكون في المهرجان ده، ويعني طول عمر المهرجان ده له مكانته وله حضوره وكل الحاجات الحلوه دي، وخصوصا ان الايام دي حسين فهمي هو الرئيس بتاعها، فطبعا دي حاجه مشرفاني جدا. طبعا شيء رائع ان احنا نخلي بالنا من القديم، لان القديم ده مش هيجي زيه. انا بحب كل الانواع لأن كل حاجة لها مكانتها ولها أهميتها، فكل كله يعني الشباب مهم جدا جدا جدا، وهو اللي بيحط الروح الجديدة. بس طبعا ما فيش شك إن القديم له الحماس بتاعه، له التجربة بتاعته، له أهميته طبعا، لكن الجديد احنا دايما منتظرينه.